برحب بيك كابتن سيف زاهر، برحب بكل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان من استاد القاهره الدولي واجواء وكواليس المباراه الهامه اللي بتجمع بين فريقي الزمالك وفريق نادي بيراميدز. طبعا مباراه بينتظرها الكثير من عشاق الكره القدم المصريه، بالتاكيد مباراه هامه يعني هتحدد ملامح شكل الدوري هذا الموسم بنسبه كبيره جدا بالتاكيد. طبعا نادي الزمالك اللي يعني في حاله نفسيه مرتفعه، في تركيز كبير جدا من اللاعبين على مدار المباريات السابقه، ومستر فيريرا اللي يمكن يعني عامل حالة جيدة جدا ما بين اللاعبين وبعضهم، وعامل حالة جيدة جدا في غرفة خلع الملابس، ثقة كبيرة جدا على وجوه اللاعبين، اللاعبين البدلاء واللاعبين الأساسيين كلهم بنفس التركيز بنفس الحالة الحماسية في أجواء المباراة بالتأكيد. طبعا يعني المباراة النهاردة بتشهد عودة يوسف أسامة نبيه، واحد من اللاعبين المميزين جدا في نادي الزمالك الفترة الأخيرة، وبعد تعافيه بالتاكيد من الاصابه رجوعه مره اخرى الى قائمه الفريق ويكون متواجد على دكه البدلاء. يمكن مستر فيرير عنده كده حاجه مع اللاعبين، ما بيحبش يغير في تشكيل اللاعبين بشكل كبير، ما بيحبش ان هو يدفع باللاعبين غير بعد التاكد من سلامتهم ويعني استعدادهم بشكل 100% يكونوا جاهزين بنسبه 100%، وده اللي بيحصل ايضا مع كل اللاعبين. اي لاعب بيصاب بيكون دي الاجواء اللي بتتبع معاه. ايضا يمكن فريق الزمالك وصل الساعه 7:30 مساء، وبعد وصول فريق الزمالك دخل الى ارض الملعب. الشيء المميز في استاد القاهره كابتن سيف هو الجمهور اللي خلاص بقى بيتزين في استاد كل الملاعب المصريه الفتره الاخيره، خاصه جمهور نادي الزمالك اللي يعتبر عامل دافع كبير جدا للاعبين. فور دخول اللاعبين بيكون فيه هتافات خاصه جدا، واول هتاف دايما بيهتفوه هو الدوري يا زمالك، ده دايما الهتاف اللي بيكون على لسان الجمهور اللي بيكون موجود لجمهور نادي الزمالك. طبعا ايضا يعني كان الحكم اليوناني اللي بيتواجد في مباراه اليوم يعني اول ما وصل دخل على ملعب المباراه، ويعني حاولنا نجري معاه لقاء صحفي، ويعني من المتوقع يكون في لقاء بعد المباراه، ولكن سالته عن رايه عن ملعب المباراه وعن الاستاد، اتكلم عن الاجواء مميزه جدا، الاستقبال كان جيد جدا من الامس بالتاكيد، وجوده في الملعب شاف النجيله والمرمى والاجواء والجمهور كان متواجد، كان سعيد بالاجواء في ملعب المباراه. ايضا لو اتكلمنا عن ابرز غيابات فريق الزمالك في مباراه اليوم هو عمر السعيد وسيف جعفر، يمكن كلا اللاعبين خلاص يعني بقوا احسن من الاول بالتاكيد وبداوا ينزلوا التمرينات، ولكن لسه ما تم شفائهم بنسبه 100%، ومستر فيريرا كالعاده هيسيبهم لغايه لما اتاكد ان هم في حاله جيده بنسبه 100%. كابتن سيف دي كانت كل اجواءنا وكواليسنا من داخل استاد القاهره، نعود لك مره في الاستوديو، اتفضل يا كابتن. شكرا جزيلا للمتالق خالد رزق.